مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الفل على حضراتكم. نورني دايما ومشرفيني في بيتكم الأهلي والأهلي الليلة. أهلي الليلة زي ما أنتم متعودين يوم الأربعاء بيكون معنا النجم الكبير جدا، النجم علاء ميهو. نور الدنيا يا كابتن. كابتن ميدو الحمد لله، الله يبارك فيك. عامل إيه؟ الحمد لله زي الفل. كله تمام؟ تمام. عندنا حاجات كتير قوي عايزين نتكلم فيها. يلا. عندنا دوري، عندنا كأس عالم أندية، أفريقيا، عندنا أفريقيا، ده مباراة العودة، المباراة اللي فاتت برضه هتكلم مع حضرتك فيها. لكن العين وصل لكأس العالم أو نهائي كأس العالم، يعني حاجة إنجاز كبير جدا. ده الحدث الأكبر. آه بالظبط. والحدث اللي الواحد فرحان جدا جدا عشانه. عايز أقول لك إمبارح بتفرج على المباراة حماسي وعايز الفريق يكسب بالظبط، يعني كده حاجة مشابهة أكنه بتفرج على النادي الأهلي. والله ميدو نفسه عايزهم يكسبوا، وهم إمبارح يستاهلوا يكسبوا ويوصلوا النهائي. اداء مشرف جدا، اداء رجولي وكره حلوه قوي وشكل جماهير حلوه قوي وشكل ملعب حلو، كل حاجه امبارح حلوه والحمد لله انتهت بمكسب العين. الف الف مبروك نادي العين وكل شعب الامارات. وعلى فكره مش مبالغ بقول ان شاء الله ربنا يوفقهم ويفوزوا البطوله. خلاص طمعونا ان هم طمعونا فعلا، هي تاني مره فريق عربي يوصل للنهائي، لكن بتمنى العين يوصل للنهائي ويفوز ان شاء الله بالنهائي. يعني يا كابتن كنت متوقع ان العين ممكن يوصل لكاس العالم الانديه، نهائي كاس العالم الانديه، ولا الطفره اللي حصلت في الكره العربيه عموما او في الامارات؟ لا يوصل النهائي ميدو، انا ما كنتش متوقع، لكن انا متابع الفرق خصوصا العين في الامارات، معروفه فرقه كبيره جدا ودايما في التطور المستمر، دايما بتشوف احسن نجوم تجيبها حتى على مستوى المدربين الفنيين. لا في تطور فظيع في نادي العين، وطبعا كان نجمهم الكبير عموري وراح الهلال، لكن تحس لا فريق دايما مبدع، دايما فريق بطولات، فريق وراه جماهير كبيره قوي، فريق منظم قوي، تحس ان هي اكاديميه عين كده، تحس ان هو نادي العين، تحس ان هو نادي دوله كده، دوله اسمها دوله العين في الكوره. طبعا في تخطيط يا كابتن، وفي شغل، عشان كده بقول لك يعني الوصله طلع الاهلي من بطوله عربيه، العين وصل لنهائي كاس عالم الانديه، حاجه عندهم فعلا ناويين يعملوا حاجه بالظبط. يعني هم بتحس ان هم النادي منظم جدا جدا جدا، ودايما بيعمل حاجه لقدام، دايما خططه المستقبليه، دايما مشاريعه لقدام. عشان كده بقول لك ما استغربتش ان هو يبقى في المراكز المتقدمه في كاس العالم الانديه، لكن وصوله النهائي مفاجاه بالنسبه لي، لكن يستحقها. يعني هي مفاجاه بس، عارف انت ايه، في مفاجاه بس لا تقول في الاخر لا يستحق المفاجاه دي، يستحق يوصل النهائي. وبقول لك انا بتمنى والله من كل قلبي يفوز على ده، كلنا النهائي. احنا امبارح كلنا كنا بنشجع عليه يفوزوا، ان هم يستاهلوا بجد. يعني امبارح مش ضربات الحظ الترجيحيه، لا هو يستاهل على مدار المباراه ان هو يفوز. ويعني سبحان الله ربنا، حتى الفوز في الاخر ضربه جزاء، لكن كان فوز حلو قوي، وتحس ان الفرحه بتاعته كانت اكبر من حتى لو فاز في المباراه نفسها. اللياقه البدنيه بتاعت العين تخليك برضو تستغرب، بيلعبوا كل 3 ايام مباراه، كل 4 ايام مباراه، نفس الاداء البدني بل بالعكس يعني بيزيدوا كمان. اقول لك حاجه ميدو، اكتر فريق لعب مباريات في 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 البطوله دي هو نادي العين بالظبط. وتحس زي ما انت بقول، طبعا كلامك محترم جدا، مع الوقت بيزيد وتحس لعيبه نادي العين بتزيد معاه، يعني ما بيحصلش العكس. مع الوقت بيزيد والوقت بيعدي، طبيعي انت كلاعب كوره بتقل شويه. لا لعيبه العين تحس ان في دايما في نفس تاني. النفس ده انا جاي من الناس اللي بره، جاي من شكل الجماهير، جاي من اداء اللعيبه. انت اكيد ميدو طبعا لعيب كوره كبير ما شاء الله، اداء لعيبتك في الملعب انت لو تعبان، ما بتكلمش مع الكوره طالما انت موجود. لا خالص خالص، لا والله، في يعني هي حاجه كده معروفه في كره القدم، اداء اللعيبه حتى لو اللعيب اللي موجود في الملعب تعبان، مع الشكل زمايله والاداء اللي بيقدوه تحس انت بتجيلك روح اضافيه. زي احنا بقول لك بلغه كوره ايه، نفس جديد. امبارح اداء العين طول المباراه هايل، زي ما انت بتقول بقى كمان في الاكسترا تايم او في الوقت الاضافي، يعني تحس ان هم لسه بيسخنوا وبادئين مباراه جديده خالص. عشان كده بقول لك هم امبارح لاخر ثانيه بيادوا، استحق الفوز. الف الف مبروك نادي العين وشعب الامارات، وبقول المره الثانيه يا رب ان شاء الله يفوزوا بالبطوله. كلام حضرتك محترم جدا، وفريق العين يستحق ان احنا نقف عنده كتير طبعًا. يعني حسين الشحات مقدم مع العين مستويات رائعه جدا، جات لهم بيلعبوا فريق كبير بحجم ريفر بليت، فريق يعني ده هنلاقي فين فريق اكبر من كده يلاعب العين والعين يكسبه ويطلع. من 10 ايام من اسبوع كنا بنتفرج على بوكا جونيور وريفر بليت بالزبط. كلنا بنتفرج بنقول ايه الكوره دي وايه الفرق دي، فتصادف ان العين بتلعب ريفر بليت. فانت بتتكلم امبارح، لا ده انجازين امبارح، هو مش انجاز وصول العين للنهائي كاس العالم للانديه، لا، وكمان انجاز ان هو
يفوز على أرمال بليه اللي هو كان من اسبوعين بنتفرج عليه بنقول ايه الفرقه الجامده دي في العالم كله. وبعدين معلش امبارح العين كسبان زي ما بقول كده ايه بجهد لعيبته بعرق لعيبته مش ضربه حظ او هدف او هدفين بهجمات مرتده لا 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 خالص الموضوع مختلف امبارح مكسب عن جدار واستحقاق نادي العين. زي ما قلت حضرتك في البدايه كابتن علاء وحضرتك كمان اصريت ان انت تبين نقطه الجمهور ان الفريق حتى لو هو تعبان حتى لو هو في ضغط مباريات دايما بقول للساده المشاهدين ان الجمهور